استقبل دوري سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة للمراكز الشبابية وذوي الإعاقة والبنات في مجالس الدوري عددا من أعضاء مجلس النواب والشورى والمهتمين في الشأن الرياضي، والذين أشادوا بأهمية الدوري وما يحمله من رسائل هامة تعكس تطلعات القيادة الحكيمة في رفض القطاع الرياضي والشبابي. منذ انطلاقة دوري خالد بن حمد للمراكز الشبابية وذوي الإعاقة والبنات، وهو يحقق نجاحات كبيرة جدا نظرا لأعداد المشاركين التي بلغت قرابة 1200 لاعب ولاعبة و59 فريقا، مؤمنون جميعا بأهمية هذا الدوري الذي يحمل في ثناياه العديد من الرسائل الرياضية والإنسانية التي لاقت إعجاب واستحسان ضيوف مجلس الدوري. نحب نشكر سمو الشيخ خالد على هذه البطولة. أنا تفاجأت صراحة وانا جاي إن ما شاء الله 59 فريق في البطولة. بالعكس هذه دافع حق الشباب، وفي نفس الوقت يملي وقت الفراغ اللي عندهم. أعتقد إن إقامة البطولة في الصيف يعني شيء ناجح، مع يعني ما تقريبا ما في برامج ثانية موجودة، فذي يكون يشغل الوقت. البرامج دي الشبابية اللي هي دائما إحنا نقول تأخذ اللمة. دائما لمت البحرين وحلاوتها البحرين في جمعة شبابها، وجمعة شبابها اليوم تؤدي دائما إلى الثمرة اللي احنا دائما نطلبها. اليوم الشباب قاعدين يبذلون في أوقاتهم الطيبة، كانت برامج رياضية أو برامج ثقافية أو تعليمية. هذه فرصة بحيث أن اللاعبين واللاعبات اللي منتمين للأندية الوطنية يشاركون فيها، واللي يثلج الصدر بأن هناك فئات متعددة منها المعاقين ومنها الفتيات. وأعتقد هذا دوري الخامس، ولكن بالنسبة للفتيات هو الدوري الأول، وشيء مفرح بأن الفتيات يشاركن بعدد 6 فرق. شباب وشابات مملكة البحرين يحملون من خلال مشاركتهم في هذا الدوري روحا رياضية عالية ورسالة إنسانية راقية تهدف إلى غرس قيم التعاون والتشارك والمنافسة الشريفة تحت غطاء من الاهتمام والرعاية الشاملة التي يوفرها القائمون على الدوري تحقيقا لتطلعات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. احنا داعمين دائما كمجلس نواب الى اي فعاليات احنا بالشباب البحريني كممثلين للشعب البحريني، وهذا ما لمسناه ورمضناه من سيدي صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى الخليفه الراعي الاول الى الشباب والرياضه، وايضا سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد الامين، وايضا البادرات التي دائما تكون مشموله من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفه رئيس المجلس الأعلى للشباب الرياضة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. هذه البادرات ليست بغريبة عليه، شفنا بادرات كثيرة منها المراكز الشبابية منها المسرح الوطني، فكل الشكر والتقدير، ونتمنى دائما المشاركة الفعالة من القطاعات التجارية. لا شك أن هذه اليوم في نسخة اللعبة في نسختها الخامسة تمثل شيء كبير بالنسبة حق تلاقي الشباب. الكرة طبعا تحدث تغيير في نفوس الشباب، لا شك هذا موجود. نتمنى طبعا إلى هذه البطولة الرائدة على مستوى مملكة البحرين التوسع، وشفنا على ما أعتقد المعرض وشفنا التطور اللي حدث من النسخة الأولى إلى النسخة الخامسة، في شيء ملفت، في شيء كبير. لا شك أن الانطلاقة كانت قوية، انطلاقة يعني المبادرة سمو الشيخ خالد بن حمد في تعزيز هذا التواصل ما بين الشباب، راح يحدث شيء كبير على مستوى الرياضة في مملكة البحرين. طبعا احنا عارفين مثل هالدورات هذه لها جوانب إيجابية كثيرة، منها الناحية الأمنية، الناحية الاجتماعية، الناحية الرياضية وكذلك الصحية. نشوف ذي اللاعبين اليوم يتنافسون في الملعب، لكن عقب لأن الكرة تجمع ما تفرق، يعني بعدين بيكونون هم أصدقاء العمر يمكن هذه، فهذه يعزز من اللحمة الوطنية للبلد. يعني الشيء الآخر ان مثل هالدورات هذه يمكن تفرز الكوادر انت ما تدري عنها، يمكن يعني ما حصلت فرصه تعمل في الانديه او ما حصلت فرصه تعمل في الاتحادات، بس من هنا يمكن تفرز لك لاعب جيد، اداري جيد، مدرب جيد من هالدورات هذه.
زوار وضيوف مجلس الدوري من أعضاء مجلس النواب والشورى والمهتمين بالشأن الرياضي والشبابي في المملكة أثنوا على ما يقدمه دوري خالد بن حمد للصلاة من دعم كبير للرياضة البحرينية للمساهمة في صناعة جيل رياضي يحمل راية البحرين خفاقة في مختلف المحافل المحلية والدولية. يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.